شي زريبية فحال هذا باقي ناقصانا في الدار في الدار وشي مرايات فحال هكذا غيجي ديك البيت كيوت تيقات راسو السيدة زوينة دير راسها في الدخان باغا تقلبها ما يستر دير عن فرق انا راه خسر الكرسي ناضي وانا كنقلب على بحال هذا الكوفر لي هذا ومني لقيته ما عندي فلوسه هكا بغيت الكوفر لي سامبل كوم بيات نديرو في مرسيه عندي في الدار هذا ديرو ودي في شي حاجه باقي واحد لا بارتي زعما في البالكون هذا 28 اي بس ما حيدي حنا الفوق هذا زوين عجبوني عرفتي علاش بقى عندي فيها جافير وهذا ومعنا بلون نسيت بلا بكنا جافير والمعتري باش تحطري الدار لا جافي جافي جبليك شتي مابقا نتشتش بيه عمري كان جافي شتي مستاج بغي ترش هنا عندي شخصي اللي كان جافي ما داياش صافي غير ديه يلاه غير ديه يلاه هزي شي واحد يا خاوية يعني بحال هذا دابا هادي وعندنا هادي عندنا بحالها نقولكم فين هي الان عندنا فحال هذيك المهم باقي لي حمو بغات تخرج بحالها وانا عييت ومريضه وانا ندير لي زافت امي بغيت غير نمشي بحالي بابا مشاو خلانا بابا مسكين مريض مريض يعني مشاو خلانا مشى للطوموبيل اول مره يمشي يخلينا قلنا ليه خذ لينا لاكلاص كل داك الكره داك لاكلاص الى خداه راه صافي داب خلينا نقول السلام عليكم مقدرتها نهضر كي الناس عرفتي حمو كيحرق السلام عليكم كي دايرين لاباس اخر ان شاء الله تكون اموركم مزيانه نبارك لنا اليوم المستقبل هو بدا مازال ما قلت لكم السلام كي دايرين لاباس عليكم بخير اموركم مزيانه نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم هانتوما حبيبكم على باش تشوفوا في ايكيا خرجنا غنضربوا الدويره خرجنا قضينا شي غرض ديك الدم وراه دزنا الايكيا صافو كاين فيها شويه بقى كاين العشاء في الدار ما جينا كلينا ربنا الله وجينا كلينا ما عرفتش علاش داك العشاء شنو محلهم الاعراب شكون غنقول عفاكم الخوت قبل ما تكملوا الفيديو باش تصوروا اني راكم كتبغوني وراه عندي تاثير في القناه ديروا بزاف ديال الكومونتير انت الطباخه الصغيره ديالي عندنا دايرين فيها دير مي دير كوانت كافي دايرين فيها الخشولة الثامن ديما زهرك هكا تكتشف فوق صغاليه وملي كيجيو بيعات 80 درهم وحده فحال هادي شويه واخا ماشي مشكل عرفتي باقا باغا فحال الكويسات هادو ولا فحال هادو نفسي في هاد الكويسات هادي زوينه ولكن شوفوا 800 درهم غاليه شحال كيحمقوني هاد الكويسات هادو هكذا في العشيوات اجي تشوف عجبوني 800 درهم ما يستاهلش ويلي في كازا 4 دايرين 7 دايرين 20 درهم اكزاجيري والله كنحماق على الشميعات هي هاد البلاصه كلها شميعات دابا يلا دخلنا ميكيا وجيت نشارك معكم داك الشيء اللي خدينا منها ودابا هنايا نبداو بهاد المخدات هادو الثلاثه المهم خدينا هاد المخدات هادو هكذا في الاحمر انا نبدلو شويه لا كولور ديال البيت نهرسو ديك لا كولور اللي فيها واختارينا مخدات في الاحمر خديتهم ب60 درهم من الوحده خديت منهم ثلاثه حيت كون قديتهم برا نفصل الثوب وعاد نعمرهم وعاد تجيني غلا فاللهم خديتهم هكا ب60 درهم من الوحده ونعمرهم دابا عند الخياطه تجيني شويه رخيصه على كون قديتهم مرات الكاليتي ديال الثوب زوينه بصح كلشي الكاليتي راه فيه زوينه غتشري الثوب وتفصليه اللوين حتى هو زوين دي عند الخياط فصل خياط
حاجه غير تفصيل تاع الداخل ديالهم داك اليوتي الداخليني ديالهم الغشاوات تعمريهم. وهنايا خديت هاد الغونجمو هذا ديال الكوزينه معلقات فريشطات حتى صغير حيت صغير حيت حنا ديجا كبير وبغينا نبدلوه وخصنا دابا شي جوج شي واحد اخر فحال هذا وشي واحد صغير معاهم شي الله يجي داكشي قد قد. وهنايا كاينين هاد الشميعات هادو هاد الشميعه انا اللي خديتها هادي شميعتي راه شميعتي انتما شوفوا كي زوينه شوفوا الشكل ديالها شحال زوين شكلها ب 40 درهم داك يلا كيس وصدبتنا لقيناها صحاب لنا برومو بشي 45 درهم هكذاك ايوا نلقى الدوبل ديالها مش حتى خلصنا وسالينا لقينا الدوبل ديالها ايه واش غادي نقول لكم واخا هكاك زوينه فيها واحد الريحه زوينه. المهم هنايا هاد الشميعه الحمراء هادي خداتها ماما خداتها في اللون ديال المخدات قلت لكم بغينا نردو هاد البيت شويه نزيدو فيه لا كولور الحمراء وصافي باقي ناقصنا فاز في هاد اللون ولا في البيت قلتي بعد فاز في البيض وريضات في هاد لا كولور نيت حمراء باش نديرو داكشي يكون زوين واحد الكيسه واعره باش نشاركوها معكم بطبيعه الحال. وهنايا خديت هاد الغريسات هادو ديال المزيفين كيبانو هادشي غير كيبانو عاديين هما كيبانو غير هو الا قربتي هنايا غتعرفهمش اما هكذا شوف كي كيبانوا زوينين المهم القيمه شاركيهم ايوا صافي ديك الساعه ملي نحطهم في الكوزينه ونحطوا هاد الشميعه وهاد الشيء والفاز نجيبو يطلع لي بلا اميره تاع الطونسيو خذي هاد الشيء انا كنطلعو هاد الشيء بصح اختي شريت لك الطونسيو اخي بشيبس ممكن تاخديها في عرفتي راه كتاكلوها نوريكم هاد ديال الخل عينك كتاكلوها وانتم كتخنقوا ديك الريحه الخل كتطلع لكم معني لا خلي الملحه تبقى غتكون هاد الشيبس او انت اللي كي كيفاش جبتيها ما نعرف جبنا كاملين جبنا كاملين عرفتي حتى كناكلوها عرفتي كنشم فيها واحد الريحه كتاني في كي كيبغي يدوخ خل خل واه هذيك الريحه ديالو كنت كدوخ على المذاق حتى انا كيتها ولكن كملتها ايوا صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي خدينا عليكم ثاني هادشي اللي خدينا وهادشي اللي كاين انتوما دابا هاد الشميعه يلاه خصنا نطلبوا شي فلوشه كتسالي فلوشه دابا نبيع شي ونز البخار كاين والو في الكوزينه انا نديرو خات لينا برا ولكن جانا عاوتاني الجوع صافي غنوضو نشوفو ما نديرو وهاد الشيء اللي كاين وباي باي. حنا كنقليو بطيطه ها هي القيه الاخرى ها هي بطاطا قليناها وهنا شويه كفته وشامبينيون بصيله هذا بصيله هذا راه شامبينيون وكفته بصيله وثومه و طريه غنخلي هاد المرقه حيت كانت عندي في الكونجيلاتور داكشي باش عاد كنقطع هاكا فهمتي المهم صافي درت على داك لاصوص ديال ميكس ديال غاسترون ميكس هادي زوينة هادي حسن من الكحلة الكحلة مغتقعدش نحب الكحلة مية ياك وهادشي سريع سريع درا ما طاستيش يوم ما بات ما صافي نشبعوا هذا لان الطاجين يقدر يتهرس انتوما
الشيء ديالي. المهم حنا المهم صافي هذا الشيوه ديالنا واجده. دابا غادي نخليو الشيوه ديال 5 دقائق يبرد هكذا وناكلو باش ناكلو في خاطرنا. لا هي كلها اصلا كتصب 5 دقائق. لا هي كتصب 5 دقائق ونستناو 5 دقائق باش تبرد. وصافي هذه شيوتنا ديال اليوم. الله يلاه زينه سهله وبسيطه.